تم تناول خلال لقاء الصباح اليوم مع فخامة الرئيس، وأيضا خلال مباحثاتنا المنفردة ومباحثات مع الوفود الموسعة، كافة أوجه العلاقات الثنائية فيما بين مصر والمفوضية الأوروبية، وأيضا استعراض الوضع الإقليمي، التحديات التي تواجه كل من مصر والاتحاد الأوروبي وكيفية العمل المشترك لمواجهة هذه التحديات، سواء اتصالا بالقضية الفلسطينية، الأوضاع في ليبيا، قضية الإرهاب، وأهمية استمرار تضافر الجهود والعمل المشترك لمواجهة هذه التحديات واستعادة الاستقرار في المنطقة. تناولنا بالتأكيد أيضا الاضطراب والتوتر الحالي في شرق المتوسط وأهمية استعادة الاستقرار إلى المنطقة بصفة عامة من أجل رفاهية شعوبها وعدم استمرار تعرضها للمعاناة التي عانت منها من خلال الاضطرابات والصراعات المسلحة، سواء في العراق، في سوريا، في ليبيا، انتشار الإرهاب والضغوط التي يتولد عنها في دول الساحل والصحراء، وأننا بتضافر جهودنا وعملنا المشترك نستطيع أن نصل إلى حلول سياسية لكافة هذه الصراعات تؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار في على المستوى الإقليمي والدولي. برحب مرة أخرى بالممثل الأعلى صديق عزيز، نتطلع بحكم خبرته الواسعة وعلمه ومساهمته على المستوى الوطني أن يأتي إلى هذا المنصب بكثير من الخبرة التي سوف تعزز من قدرته على مواصلة العمل المشترك مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة. شكرا جزيلا.